شوف ايه هي، ايه هي اسم العلم. بص يا حبايبي، هو كل اسم يدل على مسمى بعينه، سواء كان شخص او مكان. ما تلخبطناش وده، خلينا كده في الجدول ده على طول. يلا بينا، انا عندي الاسم 3 انواع. لو كان الكينيا، عارفين يعني ايه الكينيا؟ زي ما اقول مثلا اللي هو مثلا ابو بكر الصديق، كلمة ابو بكر الصديق، زي ما اقول ام كلثوم، دي اسمها اسماء معرفة، زي ما اقول عمر ابن الخطاب، الاسماء دي اسمها اسماء معرفة، دي اسمها الكنية، بتبتدي بابو وام وابن وبت، بت الصديق، ابو بكر، ام كلثوم. يبقى ده اول حاجة عندي في اسماء العلم، يبقى من اسماء العلم الكنية، زي ما يقول لك مثلا ابو بكر، ام كلثوم، وبت الصديق، وابن سينا، دي اسمها اسماء علم. طب يعني ايه لقب يا ساره؟ لقب زي ما اقول مثلا الفاروق، ده لقب العيله بتاعك اللي هو اخر اسم في العيله. شوفي مثلا انت اسم عيلتك ايه، هتلاقيه في الاخر ده اسمه لقب، زي ما اقول الفاروق، الجاحظ، الصديق، دي اسمها اسماء، اسمها القاب. الالقاب بالنسبه لي دي اسماء علم. يبقى دي كده رقم 2 عندي. 3، اي اسم عادي، محمد، احمد، عيسى، شيماء، إسماعيل، سارة، زي ما سارة لسه قايلة، أسيل، رفيدة، أميرة. يبقى أول 3 أنواع عندي في العالم مين هم يا أسيل؟ الكنية واللقب وأي اسم شخص. الكنية واللقب وأي اسم شخص. يعني إيه كنية يا محمد؟ الكنية اللي هي بتبتدي بأبو وأم وبت وابن، ده كده الكنية. طب يعني إيه اللقب يا سارة؟ اللي هو لقب الأخير في اسم العيلة عندك. طب يعني ايه الاسماء العاديه؟ الاسماء الاشخاص اللي هو احنا، سواء كان محمد، اميره، فاروق، عيسى، شيماء، اسماعيل، ايا كان الاسم. دولت اول 3. طيب هي اسيل قالت نقطه برضو، اسماء المكان، اي اسم بلد عندك هتستخرجه من القطعه على انه اسم معرفه. بورسعيد، مصر، القاهره، نيويورك، الجيزة. السعوديه، الجيزه، ايا كان. يبقى عشان اقفل الاسماء المعرفه، انا عارفه ان هي كتير ولكن ان شاء الله مش هتلخبطكم. ايه هي الاسماء المعرفه؟ اي كلمه فيها الف ولام، اسماء الاشاره، الاسماء الموصوله، المعرفه بالالف واللام، واسماء العلم. هتحط كده ما بين قوسين يعني ايه اسماء العلم يا ميس؟ اي اسم شخص، اللقب، الكنيه، والاسماء العاديه او اسماء الاماكن. يبقى انا هطلب منكم طلب دلوقتي، هبدأ بأسيل. أسيل قولي لي ايه هي الاسماء المعرفة تاني؟ اي كلمة فيها الف الألف وعين. واللام، برافو. الأسماء، الإشارة، ده الإشارة والاسماء والضمائر، والضمائر والاسماء الموصولة وأسماء والمعرفة بالالف واللام او اسمها المعرفة بالإضافة.